دي كميات كبيره من الشغل زي ما حضرتك شايف. الشحن لكل المحافظات 60 جنيه للشكاره، فاطلب اي كميه تقدر انك تطلبها بحسبة صغيره كده، نص دسته تقريبا، يعني انا اقدر استفيد من المكان ده بسعر كويس وديزاين كويس، كواليتي محترمه، اسعار جمله، يعني سعر الجمله لانه سعر المصنع مباشره. الحاجات دي طبعا يعني حاجات حلوه جدا جدا. ده المحير 14 16 18. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عشاق متابعي يوتيوب في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. احنا في الانطره شارع التحرير في الخيرات روز، محل زي ما حضراتكم شايفين كده المصنع بتاعهم، الديزاينات بتاعتهم، الديزاينات دي مش ممكن تشوفها في مكان تاني لانها ديزايناتهم، ومش ممكن تلاقي اي مكان تاني بيبيع الكلام ده. بيتبعوا نفس الاسلوب بتاع اللي هو المصانع السوريه اللي بتعمل ديزاينات، طبعا عشان ما حدش يجي يقول لي اصل المصنع مش في سوريا. لا، هو حضرتك المصنع مش في سوريا، ولكن الديزاينات زي ما حضرتك شايف ديزاينات سوري، ومستحيل ان انت تقابل زيها موجوده في اي مكان تاني. المكان في الانطره غرب، متوفر عندهم شحن، هنشوف القصه مع بعض ونشوف الاسعار. طبعا كل اللي قدامنا ده عباره عن انه الموديل، وقدام او تحت الموديل بيبقى مكتوب سعر القطعه في الدسته، سعر القطعه في الدسته. وطبعا مش هوصيك ان انت تتفاوض لما تكلم المكان، هتلاقي تليجرام في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وهتلاقي الرقم ان انت تقدر تتواصل معاهم على واتساب، وتقدر انك تطلب التليجرام، وتقدر تشوف موديلات تانية ان شاء الله. خلينا نبتدي مع بعض. استاذن حضرتك الاول، اما اتعرفتش باسم حضرتك. حسام. استاذ حسام، يا اهلا وسهلا فيك. عندنا هنا التلبيس، نشوف بس الاول، احنا عندنا اولاد وبنات، مظبوط؟ مظبوط. انا عندك لاولادي، يعني السن ده من 2 ل 5، ثلاث قطع يلبس، من 2 ل 5، من 2 ل 5. تمام. ثلاث قطع. القطعه دي الالوان بتاعتها كام قطعه، كام لون في الدسته؟ كل موديل فيهم ثلاث او اربع الوان، يعني مثلا عندك الموديل اللي هو الازرق، في منه النبيتي، في منه الكافيه، في منه الدرجه الجرين، منت جرين. يعني احنا عندنا اربع الوان في الدسته، اربع الوان، ثلاث مقاسات. تمام، ثلاث مقاسات الدسته. ده اربع مقاسات، 2 ل 5، 2 3 4 5، يبقى ثلاث الوان اربع مقاسات. ايوه تمام. طيب عندنا هنا القطعه دي عامله 195، 195. ايوه، ده مبطنه قطيفه. ده خام ميلتون بلوش، بس مبطنه قطيفه من جوه. طب الميلتون دي ممكن 195؟ ايوه. طب ده احنا عندنا الوبره دي، لا ان شاء الله الحاجات دي باذن الله ما فيهاش حاجه، يعني الحاجات زي ميلتون بلوش دي ممكن تعمل حاجه بسيطه اللي هي 110 مثلا، توبر جزئيا كده بعد مثلا ربع غسله او حاجه مثلا. طيب عندنا هنا القطعه دي ميلتون قطن، ده 220 جنيه. ميلتون قطن. ميلتون قطن سليم، ما فيهوش اي غلطه باذن الله، ما فيش اي مشكله. لا لا لا، ولا اي حاجه. بيشتغل في حاجات بخامات مستورده؟ الخامات اغلبها مستورد طبعا. تمام. طب عندنا هنا ده ميلتون بلوش برضه 135. لسه بنلبس من جنب كام؟ من 2 ل 5 كل الصفه دي، من سنتين لخمس سنين يا جماعه. الموديلات طبعا اللي حضرتك شايفها دي، كل موديل لما تيجي تكلم الراجل، لو انت مش عايز تاخد سكرين شوت من الفيديو او توري له الكود، كل في كل واحد هنا في ده رقمه 4503، هنا 4501. بينزل عندكم هنا منتجات بشكل مستمر على طول، كل يوم او يومين مثلا في 10 موديلات جديده، 5 موديلات جديده على حسب. تمام. هنا الاسعار زي ما حضرتك شايف 150 جنيه، 150. عندنا هنا بنات، بس هنكمل الاولاد الاول. عندنا هنا الاولاد كام؟ من 6 ل 12. ده بيلبس، ده الاول هنا بيلبس من 6 ل 12. ايوه، كل الصف اللي تحت والصف اللي فوق. من 6 ل 12 هنا 245 جنيه اهو، ثلاث قطع. ثلاث قطع. في جاكيت معاه، جاكيت ووتر بروف. عندك الميدال الميلتون اللي هو المنتل جرين، ثلاث قطع. ده ثلاث قطع برضه 225. وهنا 225. موديلات ال 235 ده كلها ميلتون مبطنه قطيفه. تمام. وانت ماشي كده 235. ده كله على قطن. كله الحاجات دي 185 بقى هنا بلوش. بلوش. ده ميلتون بلوش يا جماعه، احنا عارفين ميلتون بلوش بيبقى اقل شويه في الجوده، عشان لو حضرتك برضو بتشتغل شغل شعبي تبقى عارف برضو، بس وده مش شعبي قوي عشان تبقى فاهم، لان انت عندك ديزاين جملة، عندك ديزاين وعندك سعر اللي هو اول يد اللي هو سعر المصنع. هنا بنلبس من كام لكام؟ الصف اللي فوق كله 140، من 6 ل 12. المكان اللي لابس مقاس 8، يعني لسه في نمرتين اكبر كمان، كله 140. 140 كل ده 140. طبعا الاكواد انا ما عدا الاربع موديلات الاولانيه، ما فيش موديل شبه الثاني. لا الحمد لله، اول اربع موديلات دول كل واحد دلوقتي دول 175 جنيه. ايوه. اكوادهم 4605 ولا حاجه، 607 اهو هناك كده. طبعا يعني ما فيش موديل شبه الثاني.
انا عايز اعمل لحضرتك زوم برضو عشان تشوف التقفيل هنا 140 جنيه. طبعا هنا الخامة اعلى بكتير، الاربع موديلات دول اعلى بكتير. الحاجات اللي تحت برضو يعني الحاجات دي حلوة جدا يا جماعة. الجاكيت ووتر بروف حاجة حلوة، والحتة ميلتون. عايزك تشوف الحتة دي تاني برضو بتركيز كده، حتة حلوة. قلنا هنا من 6 ل 12. ايوه. قلنا هنا من 2 ل 5. وقلنا فوق برضه من 6 ل 12. من 6 ل 12. ايوه. عندنا أكبر مقاس في الدستة كام؟ مقاس 12. 12. أكبر حاجة هنا 12. في حاجات محيرة بس موجودة جوايا يعني. طيب. عندنا هنا بقى اللي هو شغل البنات. طبعًا حاجة يعني شيك جدًا جدًا جدًا. هنا 220 130 الأول، وبعدين عندنا 220، عندنا 100 جنيه. كل الأسعار موجودة يا جماعة. المكان هنا متوفر فيه شحن. الشحن موجود هنا في الأنطرة تقريبا كل المحافظات، بيبقى شحنها 60 جنيه للشطارة. حضرتك مكان ما تكون تقدر انك تستلم، تطلب من عن طريق الشحن يشحن لك لأي مكان. هنا 255. الخامات هنا ايه؟ عندك أول موديل السلوبيت فارو مثلا. أول موديل. تاني ميلتون بلوش. ده الفارو السلوبيت. حلو قوي السلوبيت ده. لابس من كام لكام؟ 6 ل 12، لابس مقاس 10. بعدها البلوش، بعدها القطيفه، البولر. طبعا انت بتعرف يعني مثلا انا هنا اهو، انا السعر اقل، فانا لازم ابقى فاهم، وتقدر تسال الراجل وهو هيقول لك الخامات اللي انا شغال بيها في الحته دي ايه. طبعا انت لازم تبقى مستوعب ان هو السعر ده على بيوفر لك حاجات كتير، بيوفر لك ديزاين حلو قوي، بيوفر لك خامه كويسه قوي، وبيوفر لك سعر افضل سعر، لانه سعر المصنع مباشره، يعني مش مكتب ومش موزع ومش واخد من مكان تاني ومش تاني يد، هنا اول يد. الحته دي حلوه يا جماعه جدا جدا، يعني الثلاث اربع حتت اللي جنب بعض دول حاجه يعني حاجه خيال. حلوه حلوه حلوه. طبعا الاسعار الاكواد انا بصور لك علشان بتكلم الراجل تقول له انا عاوز الكود الفلاني، تقدر انك تتفاوض في السعر. انا بقول لك من دلوقتي هو جنبي يعني، فايه اتفاوض في السعر باذن الله مش هختلف على حاجه. يعني هنا بتبيع من بدايه من قد ايه؟ يعني لو طلبت منك 6 قطع من الموديل، نص دسته، نص دسته، يعني حضرتك تقدر تطلب نص دسته ويشحنها لك لاي مكان. لو احنا 2 او 3 مع بعض نقدر ان احنا ناخد نص دسته. الدسته زي ما احنا قلنا بتبقى فيها اربع مقاسات وثلاث الوان. ايوه. في موديلات 6 الوان، في موديلات 5 الوان حسب كل موديل. طبعا الديزاينات يا جماعه ده الشغل اللي هنا لبس البيت، حاجه حلوه جدا جدا جدا، وحرفيا مستحيل تشوف الشغل ده في مكان تاني، ولا مستورد ولا اي حاجه، لان ده شغلهم وديزايناتهم وشغل المصنع بتاعهم. طبعا الاسعار فوق هنا 175 245 و175، حاجات حلوه جدا جدا جدا. ان شاء الله الشغل يعجبكم. المحل زي ما حضراتكم شايفين كده، لو قعدنا يعني في ديزاينات كتير جدا. في شغل عندك شغل اقل شويه من المئات، في ب 95 95 جنيه. اللي هو اللي المعروضين فوق هنا، اللي معروض هنا. لا بص على يميني كده. حاجات كده في 80 وفي 75 اهو، حاجات ب 50 يعني. دي القطعه دي 75 جنيه، 95، 75. ده كل واحد 2 3، ثلاث مقاسات، ثلاث مقاسات واربع او خمس يعني الوان، بيبي وفوق. ايوه تمام. هنا بقى من 2 ل 5 كله، من 2 ل 5. طبعا يا جماعه يعني بص كميه الشغل، يعني كميه ديزاينات رهيبه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، يعني حاجه اللهم بارك. بص برده طبعا ده شغل احنا لسه في اول الموسم، شغل هنا بتوفر اي كميات. حضرتك تقدر تطلب عن طريق التليجرام او الواتساب، بتبعت للراجل بتقول له انا عاوز كذا، بيشوف الموديلات اللي حضرتك عايزها، بتحول فلوس على فودافون كاش مع الشركه نفسها، بيشحن لك مع الشركه نفسها اللي هو رقم الشركه اللي هي الخيرات روز. بتقدر انه تعمل بقى الديزاينات دي، تقدر ان انت تستفيد من ده انه الشحن زي ما قلت لك رخيص، تقدر ان هو يشحن لك لاي مكان، اي محافظه. طبعا انا يعني المكان واسع جدا،
والديزاينات كتير جدا. انا بمشي لك بسرعه على الديزاينات عشان ما يبقاش الوقت بتاع الفيديو طويل، ولكن شغل كتير متوفر ومتاح بكميات كبيره من الشغل زي ما حضرتك شايف. الشحن لكل المحافظات 60 جنيه للشكاره، فاطلب اي كميه تقدر انك تطلبها بحسبه صغيره كده نص دسته تقريبا، يعني انا اقدر استفيد من المكان ده بسعر كويس وديزاين كويس كواليتي محترمه بسعر جمله. يعني سعر الجمله لانه سعر المصنع مباشره. الحاجات دي طبعا يعني حاجات حلوه جدا جدا. ده المحير 14 16 18 ده لبس محيرات اهو، ده البنات ان شاء الله هيعجبك. الرقم هتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وهتلاقي معاه تليجرام عليه كل الصور، لانه زي ما حضرتك شايف كده احنا عندنا يمكن اكتر من 500 700 موديل، يعني حاجات كتير قوي ديزاينات كتير. وطبعا في غير الحاجات دي كلها الوان تانية، فان شاء الله يعجبك الفيديو ويعجبك الشغل ده وتقدر انك تطلب منه باذن الله. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.